كل الخير والرضا، دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلونا نكون متأكدين، لما تكون سنة 2018 هي عام الحصاد بعد 7 سنين عجاف، ده مش معناه ان اللي كانوا مش عايزين البلد دي تقف على رجليها مش شايفيننا، بالعكس دول شايفيننا اكتر ما احنا قادرين نشوف نفسنا ونقيمها. يعني ايه اللي بنقوله ده؟ يعني كلام مهم جدا. تعالوا نفتكر مع بعض، لما قررتوا انتوا الشعب المصري في 30/6 ان انتوا ترفضوا مشروع سايكس بيكو 2 من غير ما حد يقول لكم، انتوا قررتوا بفطرتكم بالجين الحضاري اللي في الشخصيه المصريه، ونتيجه القرار ده قررتوا ان اللي بيسكن قصر الاتحاديه ده دخلوا بالخطا ولا يناسبنا، وكان الاربعاء الاسود والاحداث الكتيره. ومن اللحظه دي كان القرار تم اتخاذه بان هذا الساكن بمشروعه لا يمثل لا مشروع التغيير اللي المصريين حلموا بيه ولا التطور بتاع حضاره هذه الامه المصريه. علشان كده كان القرار واضح جدا في 30/6 ان المشروع مش بس هنعطله ومش بس هنقف في وشه، لا احنا هنسقطه، وهنسقطه برمزيته، لان اكبر قاعده ليه هي القاعده بتاعه الاهل والعشيره المتمثله في حركه الاخوان المصريه، وكان الاسقاط الشهير اللي كلكم عارفينه. علشان كده لازم نبقى واخدين بالنا ان اللحظه دي لحظه مهمه قوي. اللحظه دي اللي بقولها لحضراتكم هي اللحظه اللي انتوا خدتوا فيها القرار، اللي خدتوا فيها القرار ان لازم المشروع ده يقع، المشروع ده مش مشروعنا ومش مشروع حد مننا. وكان الكلام واضح، اسقاط المشروع تم بروسته يوم 3/7. علشان كده المستهدف الان وامس والغد وغدا هي دولة 3/7، يعني مش الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا، الرئيس عبد الفتاح فيما يمثله من رمزية لدولة 3/7 تم استهدافه، وتم استهدافه مرارا حتى لو لم يعلن أحد. لكن المشروع اللي بيقول للدول الكبرى لن يكون هناك سايكس بيكو 2، وبناء عليه افتكروا معايا اللحظة دي، لحظة بيان 3/7، واللحظة اللي غيرت كل المشهد. في بيان 3/7 ده كان في بين سطوره حاجة هو اللي احنا استدعيناه قدر يشوفها بس ما كانتش واضحة لينا. الحاجة دي طلب عليها التفويض، والتفويض كان مش مفهوم لدرجة ان ردود الافعال عليه كانت ردود غريبة عجيبة ما حدش عارفها. التفويض اللي اتطلب يوم 26 يوليو 2013، فاكرين المشهد ده؟ أنا بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. بقول ينزلهم عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. أنا عمري ما طلبت منكم حاجة ومليش إن أنا أطلب منكم حاجة، لكن أنا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30/6 و3/7 قد إيه إن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. أنا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلهم عشان تفكروا الدنيا كلها بأن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة والقرار هو ده المفتاح. طيب الناس دي صبرت علينا 4 سنين وقال لك ده شعب مجنون وعرف يغير
واحنا بنحاول ندخل من البوابة دي اسمها المعونات، نلاقي الباب مقفول، نحاول ندخل من تضييق يعني الخناق على تسليح الجيش المتفق عليه، فيلاقوا الحكاية مفيش فيها رد فعل. كل باب حاولوا يدخلوه مرة باسم حقوق الإنسان، مرة باسم حتى الحريات الجنسية، بأي سبب مصر كانت حائط صد بفضلكم. ده معناه أن المستهدف هو مشروع دولة 3-7، المستهدف هو هذا المشروع. لما التفويض الطلب والطلب ان احنا ننزل وتقلنا بالمساحة المتاحة للقول ان احنا هنتشاف، المرة دي مطلوب ننزل ونشارك في العملية الانتخابية حتى لو لن تعطي صوتك للرئيس عبد الفتاح السيسي، لان الامانة بتقتضي ان انت تدرس وتشوف، واحنا مش هنتدخل في ده لان احنا بنؤمن بالديمقراطية، واحنا متأكدين ان في اللحظة المناسبة البلد دي بتعرف تاخد قرارها صح. طيب يبقى ليه المرة دي كان في الحاح اكتر من 5 مرات على طوال الـ3 ايام تتقال بلغات مختلفة بطرق مختلفة؟ انزلوا انزلوا انزلوا، هيعدوكوا هيشوفوكوا. هل النزول ده كان إجابة لسؤال البعض اللي هم أصلا عايزين يدوا صوتهم للرئيس؟ علشان في طبيعة الأمر المسألة محتاجة أقل حاجة 8 سنين اللي بيسمح بيها الدستور، فممكن يتساهلوا يعني ويقعدوا في البيت، ولا الدعاية اللي بتشتغل بيها جماعة أهل الشر اللي بتقول إذا عملت التفويض فده يكفي، مش مطلوب تروح تشارك في الانتخابات؟ هو هنا في حاجة يعرفها زي ما كان عارف الإرهاب والعنف وسابنا، طلب مننا فقط. يا ترى ايه اللي هو شايفه وهو بيلح على ان احنا محتاجين مرة تانية نعيد امام العالم حضور للإرادة المصرية في نسب المشاركة؟ إن كنتم تقدرون إن أنا كنت فعلا يعني بذلت على قد طاقتي معاكم، لو عايزين تردوا لي الجميل بغض النظر على اختياركم لمين، كل اللي بتمنى منكم بس وروا الدنيا نزولكم للصندوق واختاروا ما شئتم. وكان ليا خاطر عندكم المطلوب حاجة واحدة بس، إن كنتم حسيتم أو لكم تقدير لحاجة أنا عملتها للبلد ديت، أرجو إن أنتم تنزلوا مش عشان تختاروني، لا والله، اختاروا ما شئتم بس انزلوا، ننزلوا كلكم. الناس كلها في الدنيا لازم تتفرج علينا لأن إحنا تجربة، مصر تجربة من 2011 وهي في تجربة، واللي انتوا فيه بقالكم 4 سنين امتداد للتجربة، واي حاجة هنعملها تاني هي امتداد للتجربة، ومن حق الانسانية انها تشوف تجربة حقيقية من شعب حقيقي اراد ان يغير واقعه ومستقبله واصر عليه. وربنا سبحانه وتعالى لما اراد التغيير اعانوا على التغيير، ربنا سبحانه وتعالى. فكملوا التجربة العظيمة ديت، ومش عايز أأكد عليكم أكتر من مرة أن نزولكم للانتخابات إشارة كبيرة وبداية جديدة. أرجوكم ركزوا في المفردات، المسألة مش انتخابات، المسألة أن مشروعكم اللي اشتغلتوا عليه واللي دفعتوا فيه تمن كبير قوي من فوضى وفقدان أمن وفقدان أبناء وأزواج، يعني كل المشهد اللي عشناه وأسقطنا مشروعهم ده، هم مش سايبيننا في حالنا، هم مصرين يستعيدوا المربع الأول. والاستعادة احنا متفقين مش هتبقى بالوشوش اللي احنا نعرفها، ده لازم تيجي من وجوه ما نعرفهاش خالص. المهم فيها التشكيك في مشروعكم
اللي عبرتم عنه في 3/7 اللي هو مشروع الدولة المصرية الجديدة اللي احنا اتفقنا ضمنيا مع بعض ان احنا نسميه جمهوريتنا الجديدة، الجمهورية الثالثة، الجمهورية الأولى 52، الجمهورية الثانية 73، الجمهورية الثالثة جمهوريتكم انتوا بتاعة دولة 3/7. يعني هم بيستهدفوها وهم بيستهدفوا الرئيس كمان. أيوة، المطلوب هدم المشروع يا مصريين، مرة بالأسئلة المغلوطة ومرة بفقدان الأمل ومرة بالتشكيك. لما الرئيس قال انزلوا ادوني التفويض للعنف والإرهاب المحتمل، طلعت نفس الأصوات من نفس المحطات تقول لنا ليه ده وزير دفاع هو محتاج تفويض؟ واكتشفنا نوع الإرهاب وطبيعة الإرهاب وعدد الإرهابيين ومن يمول الإرهاب ومن هي الجهات التي تقف في مواجهة مصر وتجربتها باسم الإرهاب. يا ترى إيه اللي عنده وما كانش عايزنا يعني ما يقدرش يقوله لنا بشكل مباشر؟ حساسية المنصب وخطورة دوائر الأمن القومي بتملي عليه إنه ما يقولوش بشكل مباشر. انتوا عارفين ان بسرعة جزء من ده، جزء اوعوا تصدقوا ان ده كل ظهر قدامكم، بس اتعاملتوا معاه بسرعة انا ما حبيتهاش، لان في التأني دايما هنشوف اللي بين السطور، لكن السرعة تعدي من تحت رجلنا حاجات كتير. علشان كده عايزاكوا تشوفوا الجزء اللي كان بيلمح اليه، لان من موقعه يقدر يشوف ويعرف أبعد مننا كلنا بخطوات. أتوجه إليك بهذا الحديث بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات، ويأتي على رأس هذه التحديات توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري. وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية. اللغة اللي بيتكلم بيها مرشح رئاسي بيسعى للحصول على يعني أصوات الناخبين، ليه كلها هي ملامح المشروع الأمريكي؟ مش بس كده، دي فكرتني كويس قوي بالطريقة اللي اتعاملت معانا بيها إدارة أوباما بشكل صريح على لسان هيلاري في زمن وعلى لسان جون ماكين في زمن آخر، وأيضا فيما كان يتقول به طول الوقت وزير الخارجية جون كاري. يعني المشروع الأمريكي يعود بعيدا عن الوجوه التقليدية اللي احنا مش حاسين بيها اللي فجأة مختفية دخلت الجحور. الوجه ده ممكن يكون الشيخ حساني، ممكن يكون الدكتور أبو الفتوح اللي فص ملح وداب، ممكن يكون كل حد. لكن مرة تانية نحن أمام بيان كتب بدقة في غرف استخبارات لم تكن أبدا أبدا من اللغة اللي ممكن يكتبها حزب زي مصر العروبة ولا يعني أمينه العام رجب هلال حميدة. اللغة بتقول في عبارات تم اقتطاعها، العبارات هي رد على المشروع الأمريكي مباشرة. وعلشان كده أنا بالنسبة لي أي حد يترشح يا رب ينزل أبو الفتوح، لكن هل بتتوقعوا رجب حميدة اللي حضراتكم فاكرينه بتاع الحزب الوطني ممكن يكون هو وحزبه اللي انصاغوا هذا البيان للترشح؟ هذا البيان اللي اتكتب بلغة
في كل كلمة منها إشارة لهدم مشروعكم أنتم، مشروع دولة 3-7. هل ده جزء من مخطط للعودة بمصر للمربع صفر بمصالحة مع الإخوان وتضمينهم مرة أخرى عن طريق مرشح يبقى ذو صبغة من اللي المصريين بيحبوها لأنه عنده أصول عسكرية ويدخل الدخلة دي على طول؟ أنا بالنسبة لي هو ده الأخطر الحقيقة. أنا موافقة أن كل الناس تترشح ومش قلقانة، أنا واثقة فيكم جدا، بس ده المفتاح للي ممكن تقول أنا متأكدة السيسي هينجح ومش هنزل. من فضلك افهمي الرسالة. واللي ممكن يقول أنا عملت في الشهر العقاري توكيل فأنا مش نازل الانتخابات، الطلب واضح زي طلب التفويض بالظبط، هنتصور بالكاميرات من فوق وهيعدونا واحد واحد وهياخدوا من ده أداة للتشكيك في عدد ونسب المشاركة، يبقى المطلوب إن نسب المشاركة تتخطى 40% من الكتلة اللي عندها حق التصويت. ليه؟ لأن المستهدف مشروع دولة 3-7. وعلشان ده يبقى مؤكد أمام حضراتكم، تحبوا أفكركم إزاي الإدارة الأمريكية السابقة كانت بتتكلم؟ شاهدنا ما حدث في مصر وحذرت من الإطاحة سريعا بمبارك، وأصبحنا نشاهد الآن سيطرة الجيش. سعت الولايات المتحدة في هذا الجزء من العالم أن تلعب دورين مختلفين، الأول هو العمل مع الرجل الصعب لمصلحتنا الخاصة ودعم الديمقراطية، وهذا مسار يصعب السير فيه ولكنني أرى أنه الطريق الصحيح لمصلحتنا. أرجوكوا افتكروا وافهموا ما بين السطور، والمسألة مش مشهد انتخابي. مرة أخرى العنوان تثبيت الدولة المصرية التي يراد لها أن تسقط بنوافذ مختلفة، والأدلة اللي سقناها لحضراتكم هنزود عليها 2 بسرعة جدا. لو قلتلكوا أن المرشح النائب المفصول من البرلمان محمد أنور السادات قال بشكل مباشر وزي ما يكون ربنا بيدينا الأدلة، قال سأتواصل مع عنان وما تحدث عنه قريب مما طالبت به. طيب مش برضو ده بتاع الاتحاد الأوروبي والجمعيات؟ فتبقى المسألة واضحة. طيب حزب الحرية والعدالة المنحل اللي هو المشروع الأمريكي الإخواني لتفتيت الدولة الوطنية وإقامة الخلافة، قال بشكل مباشر ودون مواربة، قال كده هاشتاج هنكمل ثورتنا علشان عنان يتحدى السيسي ويدعو أجهزة الدولة للحياد. أنا هنا قبل ما أطلع علشان أستقبل أسامة الدليل رئيس قسم شؤون الدولية للأهرام العربي، لازم أقول لكم جملة خلوا بالكم وهم بيهدوا المشروع، يعني بيهدوا شغلكم، يعني عينهم على التنمية اللي حصلت في الأربع سنين وعدم استكمالها. والأهم مرة أخرى المؤسسة العسكرية تستهدف لأن الخطاب ربما يلقى بعض الآذان ممن لا تمثل هذه القيادة تحقيق لطموحاتهم الفاسدة أو المشبوهة. بعد الفاصل رئيس قسم شؤون الدولية للأهرام العربي الأستاذ أسامة الدليل.